لطالما باعت قناة الجزيرة القطرية على جمهورها وهم الدفاع عن القضايا العربية والتعبير عن رأي الجمهور العربي والتحيز لرأيه، وهو ما يخالفه جملة وتفصيلا توجه القناة المتطرف والراعي للإرهاب والعنف والمروج للطائفية والمحرضة على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. حتى قدمنا الحلقة الأولى من برنامج الاتجاه المعاكس. أتذكر أننا بعد جهد جهيد اخترنا حلقة عن مجلس التعاون الخليجي، وقلت لنفسي في واقع الأمر سأقدم حلقة يعني قوية جدا، وليحدث ما يحدث في نهاية المطاف لدي جواز سفر بريطاني أستطيع أن أعود إلى بريطانيا حيث جئت.